طبعا حفلات الموسيقى الراجح داوود حفلات بنحبها كلنا، يعني مش انا بس لكن اوركسترا كمان. بنقدم النهارده الحقيقه مقتطفات يعني من موسيقى الافلام والموسيقى البحت، والحقيقه ده ما يميز دكتور راجح داوود، انه هو مش بيكتب بس الموسيقى التصويريه لكن بيكتب موسيقى سيمفونيه بالاضافه الى موسيقى الافلام. ففي من ده على ده، يعني موسيقى بعض الأفلام السينمائية الشهيرة زي الكيت كات وزي الرجل الثالث، ويعني حاجات متنوعة كتير، أعمال موسيقية بحتة زي لحظة موسيقية، زي وشوشة الورد. فيعني حفلة متكاملة فيها زي بانوراما للمؤلف. يعني مايسترو، يعني متابعتك للموسيقى خلال الفترة الأخيرة مع اختلافها من الفترات السابقة، زمان كان شوية الموسيقى الكلاسيكية، ويمكن ده كنا لسه بنسجل مع دكتور راجح وقال لنا يعني 15 سنة كانت مودرن، دلوقتي اتحولت ليه كلاسيكية. فمتابعتك بقى للنقلات دي، هل ده تسلسل للموسيقى ولا نقول عليها الفترة دي قفزة مش عارفين نهايتها عاملة ازاي؟ هو طبيعي، يعني التغير في الذوق العام، التغير في ما يقدم شيء طبيعي في المجتمع. الفكرة ان رسالة الفنون الرفيعة انها تفضل ماسكة خيط كده ناحية انهيار الذوق العام. يعني احنا كفنانين علينا مسؤولية تجاه الموضوع ده. طبعا مع تواجد السوشيال ميديا وكل الوسائل الحديثة، انا بشوف انك ما عندكش حل كبير انك توقف اي انهيار غير بايجاد البديل. يعني لازم يكون في البديل. لو هيقدم من موسيقى يعني مستواها غير جيد، لازم يكون في حفلات الموسيقى الجيدة. لازم احنا كفنانين بنحاول ان احنا نستخدم السوشيال ميديا استخدام ايجابي، نقدر نحط اجزاء من حفلات، نقدر نقول على فكرة يا جماعة الموسيقى الكلاسيكية والحاجات دي مش كليشيه، مش دي للطبقة يعني الراقية فقط، لكن دي موسيقى رجل الشارع. نقدر على طول احنا كمان كموسيقيين بالذات الاكاديميين والكلاسيكيين اللي هم ساعات بيبقوا يعني مش مرنين قوي، لازم كمان نستخدم الوسائل الحديثة بانه نوصل للجمهور اكبر ونوصل للشباب، نستخدم السوشيال ميديا، نعمل ريلز، نعمل حاجات بحيث انها ما نفضلش في الشكل القديم بتاع ان هو العرض فقط والاعلان عنه. لا، لازم نتكلم لغة العصر اللي موجودة.